فاتن أمل حربي، هل المسلسل غريب زي اسمه أو جديد زي اسمه؟ هو مسلسل جديد وجريء جدا جدا، بس ما اقدرش اقول اي تفاصيل. لا ما انا فاهم، مش هنقول ما تقلقش. دي فكرة جديدة تماما. موسيقته تطلع برضو جديدة؟ جديدة على خالد ولا جديدة على المستمع؟ هي هتبقى جديدة عليا انا، لان احنا المره دي قررنا ان احنا، يعني انا عاده في معظم شغلي اللي فاته موسيقى ليها طابع كده نوعا ما اوركسترالي شويه يعني. أيوه. لكن لا، المره دي قررنا ان احنا عايزين الموضوع يبقى مصري جدا جدا جدا. هو المسلسل احداثه بتحصل في احياء بسيطه يعني وكده، فقررنا ان الموسيقى هتبقى يعني مصري صرف. مصري بقى اللي هو يعني زي ما كنا نقول كده زمان الالات المستخدمه في التخت المصري او التخت يعني تقدر تقول كده. او هقول لك حاجه، نقدر نعتبرها حاجه مثلا من مدرسه عمار الشريعي مثلا. بالظبط. طبعا انا لي ان انافس يعني، بس قصدي اللي هو يعني من نفس الروح دي يعني. مولانا عمار الشريعي الله ينور عليك، هو فعلا مولانا عمار الشريعي الله يرحمه رب.